السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره برج الثور. يا برج الثور، انا بصور بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك العكس. عايزاك تصلي على الحبيب وتنزل في الكومنتات وتقول لي يونس لما كان في بطن الحوت ايه الدعاء اللي قاله لربنا، ربنا نجاه وخرجه من بطن الحوت. انزل واكتب اكتب الدعاء ده بنيه الفرج، وان شاء الله باذن الله ربنا ييسر امرك وكمان يفرحك بالتغيرات الجذريه. يلا بينا نشوف القراءه. الصوره اللي هتنطبق على حياتك الايام اللي جايه هتكون ايه؟ بسم الله. صوره طه. صوره طه يا برج الثور. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الثور، مهموم ومغدور من اقرب مليك اللي ملقتش ولا منهم حب ولا حنان. ربك هيكرمك بشيء يغير حياتك. حصل عندك خيبة امل اكتر من مرة، اتفرقت بينك وما بين من تحب، يعني اتفرقت بينك وما بين من تحب، بس في خير جايلك. في حاجة انت عارفها وخافيها، سر مخفي، حاجة هتكتشفها الله اعلم. دايما حاسس بالوحدة، حاسس ان انت يعني مفيش بينك وما بين حد قبول ولا كلمة حلوة. في نار بينك وما بين اهلك، نار بينك وما بين اهلك، النار دي موجودة في ارض بيتكم. شايفة كمان ان هنا هيكون عندك خلع، يعني لاما انت هتمشي من البيت لاما هتعمل حد بينك وما بينه، بس في مودة، في مودة. في اختيار هنا او في قرار لازم تاخده او اختيار لازم تعمله. عندك شعور دايما يا برج الثور ان انت حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت لوحدك، بتسعى كتير علشان توصل لهدفك ومفيش حد معاك. عندك فضول هنا، عندك فضول، انت عبرت عن شعورك او عن حياتك او عن اللي انت عايزه ومحدش سمع لك. حواليك تعبين يا برج الثور، حاسس بألم، حاسس بألم في حياتك العاطفية، حاسس بالوحدة، مش حاسس ابدا ان الشريك جاي معاك علشان شفت خيانة. في واحدة حية، واحدة حية بتسعى علشان تخرب بيتك وتكسر بخاطرك دايما، عايزاك تخلي بالك منها. شايفة كمان ان انت هتاخد حاجة حلوة في حياتك. في كمان هنا هتخرج من غيمة سودة لغيمة بيضة، وهتنور طريقك وهتكتشف الطعن والغدر من اقرب مليك، واخيرا هينشرح صدرك وهتاخد نفس عميق وربنا هييسر لك امرك. بس حاول ما تتكلمش مع حد، وداري داري وما تتكلمش. في زيارة عندك هنا بينك وما بين اشخاص. شايفة انه في اخ عندك، في اخ مش كويس، مش حابب لك الخير، مش حابك ان انت تكون كويس ولا تكون مرتاح في حياتك. انت من ناحية الحب وحياتك العاطفية اتخنت اكتر من مرة وما حصلش عندك تفاهم، بس في عندك يعني تحذير من اشخاص حواليك. انت اليومين دول بدأت تبص البعيد، بتبص للمستقبل بشكل كبير. في خير جاي لك هنا، بس الامور عندك مش متساوية يا برج الثور. بتحاول تعيد تفكيرك مرة اخرى، بتحاول تفكر بطريقة مرة اخرى. في هنا كلام كتير عليك او نميمة او سحر معمولة لك يا برج الثور، عايزك تخلي بالك. انت دايما تايب لربنا، بس حواليك سحارين واعداء وبيرموا لك المحبة، بس هم بيصنعوا كده. في بينك وما بين اخت، بينك وما بين حد مشكلة قال وكنا، بتحاولوا ترجعوا الامور في بعضهم. عندك هنا
أم أو ست كبيرة بتحبك وحبالك الخير. بلاش تحزن وبلاش تحس ان انت شايل هم فوق كتفك. الفتنة اللي عليك دي ربنا اللي هينجيك منها. بقالك سنين عايش في تعب وتعبت واستحملت القدر المستطاع لدرجة ان انت جيت على نفسك اكتر من مرة. جيت على نفسك يا برج الثور وعندك خوف. شايفة كمان هيكون عندك ذكرى حلوة او هتطلع لمكان حلو او لمكان يفرحك بإذن الله. اتطعمت من اقرب مليك. شايفة هيكون عندك ذكرى حلوة بس عندك خوف. خايف اوي يا برج الثور انت من حاجات كتير رغم ان ربنا معاك وعارف ان هو سامعك وهينجيك بس زعلان. شايفة كمان ان انت هنا عايز اي حاجة ترفع من معنوياتك، اي حاجة تديك اي تغيرات. انت طالع السلم درجة درجة يا برج الثور، طالع السلم درجة درجة. في هنا كمان يا برج الثور كذبة هتكتشفها. الكذبة دي معمولة في حياتك متصنعة من اشخاص بيقولوا ان احنا حابين لك الخير. هنا كمان في اشخاص جبارين بيدوا بس مستنيين المقابل بطريقة رهيبة. عندك قرين يا برج الثور مش سايبك في حالك. بص بيتكلموا عليك بيقولوا عليك مغرور، بيقولوا عليك ده انت وانت وانت، وما يعرفوش انت جواك ايه، ما يعرفوش انت حياتك ماشية ازاي. في هنا كمان خروج من الهم والغم. برج الثور ابشرك ان انت عندك جواز الفترة اللي جاية. انت قلبك اليومين دول حاسس بالهم، حاسس بالغدر، بس عندك تغيرات جذرية في حياتك هتعود بإذن الله. هنا كمان في حد من المقربين اللي هو من دمك ولحمك كذب عليك. دايما بتدعي ربنا يا رب خرجنا من السحر. بالفعل معمول لك سحر في أرض بيتك. بص السحر ده معمول لك سحر وفراق ووقف حال، وانت واقف مكانك ومش عارف تاخد قرار. في حد هنا متعدد العلاقات، حد عندك هنا متعدد العلاقات. ضحيت كتير من اجل الناس ومفيش حد تمر فيهم. شايفة كمان ان انت هنا ربنا هيخرجك من خيبة الامل والعذاب اللي انت في حياتك. اكتشفت خيانة ومن ساعة ما اكتشفت الخيانة خدت القرار ان انت تفترق عنهم. شايف زي ما سحرولك وخرجوك من بيتك واذوك، ربك هيبعد عنك الاذى وهيرد عليهم. في استغلال عندك يا برج الثور، خلي بالك. في لقاء حلو عندك، لقاء حلو عندك، بس في هنا احبال بتربطها ببعض علشان تطلع لنتيجة انت عايزها في بالك. بس خلي بالك من الخوف. دايما ربنا بيقولك انت مكانتك عالية، انت العالي. دايما ربنا بيختارك قد ايه بيحب ان انت يشوفك تستحمل. في حلف يمين او في قعدة وفي حلفان بينك وما بين حد. ربك بيقولك السحارين والسحارات مش هيدوموا ومش هينفعوا. انت اسجد لربنا واشتكي همك لربنا، وربنا ان شاء الله بإذن الله قادر على كل شيء. انت دايما مآمن لربنا وبتقول رب انا واثق في ربنا، بس عندك حد مش كويس في حياتك يا برج الثور. حد كبير عنك سن مش كويس خالص، انصحك ان انت تخلي بالك. في هنا حاجة يعني هتعمل حاجة كويسة في حياتك انت يا برج الثور. في بنت عندك، البنت دي بالك مشغول بيها جدا. انت بتحكم بالعدل، ما بتحكمش بالباطل ابدا، بتحكمش غير بالعدل، وعشان كده ربك بيغفلك. برج الثور ممكن يكون عندك خطوبة بس في ناس بتكرهك ومش حبالك الخير. بص
في هنا لغاء امور، يعني لو انت بينك وما بين شخص عمل هتلغيه، بينك وما بين حد هتلغيه، وهتطلع من اللي انت فيه بتغيرات جذرية الفترة اللي جاية بإذن الله. المشكلة اللي عندك يا برج الثور هتتحل الأيام اللي جاية، بقالك مدة عايش في عذاب، بقالك مدة محطوط عليك من أشخاص كتيرة جدا حواليك ومش كويسين ولا حابين لك الخير. انت دايما بتعمل العمل الصالح زي ما قلت لك، وحان ان انت تبعد عن كل الأذى وكل الظلم اللي واقع عليك من الأشخاص اللي حواليك. بص يا برج الثور، اتضربت ضربة قوتك، اي نعم انت اتظلمت بس قوتك. عندك هنا كمان هدوء تاما في حياتك، انت حاليا بتتعامل مع اعدائك، وحان وقت ان انت تحط النقط على حروف بينك وما بين اشخاص ظالمينك. بص، كل الناس اكلت من خيرك واخدت من طيبتك بس غدروا بيك وعصبوك. بص انت هنا عندك برضو عمل صالح في حياتك، رغم ان هم بيأذوك، رغم ان انت دايما بيكون عندك عمل صالح في حياتك بتفعله بينك وما بين الاخرين. عندك رضا تاما في حياتك، بس عندك علاقة سامة، عندك علاقة سامة وفيها ظلم في حياتك. في دعم عندك الأيام اللي جاية، وفي عندك هنا طاقات إيجابية فيها فرح لحياتك. في هنا يعني مفاجأة، هتكتشف سر، هتكتشف حاجة في حياتك، هيبقى عندك مفاجأة. بص هنا عندك خروج من الهموم، خروج من الطاقات السلبية اللي في حياتك، وهيتفتح قدامك بيبان فيها بشر سارة وفيها خير. في ناس ضرتك ما نفعتكش، في ناس ضرتك، الفترة اللي جاية دي هتكتشف فتنة عليك من أشخاص. انت دايما بتمشي في الطريق الصح، في كلاب حواليك يا برج الثور بتنحوح بتتكلم عليك. بص انت هنا شايف حاجات ما كنتش شايفها في حياتك الايام اللي فاتت، بتاخد خطوة، بس عندك العقل ودماغك صراع، عندك صداع مستمر، صداع مستمر عندك، وفي مراقبة من اشخاص حواليك. حظك كان انتوا عندكم خروج افعى من حياتكم، الافعى دي كبيرة وليها مدة كبيرة في حياتكم، علاقتكم بيها سامة او بمعنى اصح نرجسية. الفترة دي كمان في تقدم في مواضيع او في طاقة تانية، بس انتوا عندكم موضوع خايفين منه الفترة دي، عندكم شوية خوف شوية قلق، لإما خايفين على نفسكم، لإما خايفين من المستقبل، لإما خايفين على حد عزيز في حياتكم. وزي ما قلت لكم وبشرت لكم، انتوا عندكم خروج افعى او خروج طرف ثالث، خروج حد بيأذي فيكم، بيأذي في حياتكم، يعني تحسوا ان هو متسلط عليكم. وفي نفس الوقت عندكم مولود جديد او نجاح او ازدهار او توفيق كبير جدا، حالة من السيطرة على نفسكم، هتطلعوا من خروج من الحزن اللي انتوا فيه والزعل النفسي. مشكلتكم ان انتوا خدتوا مدة وانتوا ماشيين ورا واحدة، الواحدة دي فعلا عرفت ازاي تلعب بيكم وتكسركم، فياريت تخلوا بالكم. في مواجهة، المواجهة دي هتكون حلوة، ومن ورا المواجهة دي هيبقى في خطوبة هتكمل على خير بإذن الله، وانتوا قررتوا تاخدوا حقكم من ناس موجودة في حياتكم وسببت لكم أذى. كمان انتوا عندكم بشرة بسلطة مال او مكالمة في الطريق ليكم، المكالمة دي هتبقى في سعادة ليكم حلوة قوي، وهتكونوا قد ايه مبسوطين، انتوا شفتوا كتير من الدنيا فمستنيين فرج ربنا على حياتكم، فما تقلقوش خالص. طاقة القيادة اللي عليكم، انتوا متقيدين في علاقة ومش مرتاحين او زعلانين مع حد. في كمان هنا اعجاب، انتوا معجبين بحد او في حد معجب بيكم، في طاقة تانية مختلفة، رغم ان انتوا عندكم شوية خوف وشوية قلق، بس عندكم انفراجات بخصوص موضوع شاغل بالكم. كمان اي عايزة اقول لكم بتبشيرة حلوة بخصوص خروج من بيت او
طاقة تانية، انتوا ناويين تشتروا بيت جديد، ناويين تجددوا من حياتكم. النية بتاعتكم دايما بتخرجكم من ازمات كتيرة. عندكم مقابلة، والمقابلة دي برضو هتكون مفاجأة ليكم، مش هتكون في الحسبان. انتوا دايما بيقولوكم ان انتوا عندكم سحر بيتجدد لكم بالمشاكل السلبية، لا انتوا بس عندكم شوية خوف وقلق ومهملين جدا في صحتكم. والأفعى هتخرجوها من حياتكم وهتطردوها بره. في كمان شوية ضيق وخنقة، ويعني خمول وكسل، تكتيف، أحلام مزعجة، القولون عصبي عندكم بسبب الخوف. بس عندكم طاقة إيجابية، عندكم حمامة جايبة لكم رسالة من على بعد، من على سفر. بس كمان انتوا مشتاقين لتسمعوا صوت حد، او في لهفة عندكم، في حب، في حاجة تخص العاطفة مستنيينها بقدر المستطاع. كمان عندكم بشرة بألمة حلوة في العيلة، بس في حزن في عيونكم باين قوي، في ملامحكم باين قوي على شكلكم. بتحاولوا تكتموا، بتحاولوا تداروا، بتحاولوا تخبوا، بس الحزن برضو مازال باين. البعض منكم عنده أحلام مزعجة، بتحلم بحاجات كتيرة جدا، وعشان كده بتحاول تبعد عن أي توتر وأي انفعال، أي خوف، أي حاجة تأذيكم. فقدتوا ثقتكم في اتنين، مستحيل ثقتكم ترجع لهم تاني، اتنين معينين في حياتكم فقدتوا ثقتكم فيهم، ما بقيتوش واثقين في أي حاجة هما بيعملوها. كمان انتوا الفترة دي بتحاولوا ان انتوا تاخدوا جزء من الراحة، علشان بتقولوا انا تعبت الفترة دي، فلازم ارتاح ولازم اطلع من اللي انا فيه، وعشان كده عندك خطوة جديدة او خطوة هتاخدوها اتجاه حاجة جديدة في حياتكم. في شخص بيحاول يخدعكم، الحد ده عنده منصب او بينكم ما بينه حاجة، بيحاول يخدع فيكم، بس انتوا بسبب ان انتوا دايما هتكونوا مميزين وهتكونوا اشخاص على حق، ربنا هو اللي هيخرجكم من اي ازمة انتوا بتمروا بيها الفترة دي. كمان انتوا هنا ساعات بتكونوا قاعدين بتهزروا وتضحكوا والموضوع بيقلب ضد، يعني ساعات بتكونوا كده قاعدين في امان الله وفجأة المواضيع بتتأثر او بتتقلب السلبيات. عندكم حد دخل حياتكم اخد منكم اشياء كتيرة جدا، الحد ده على الرغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معاه، بس هو مقدرش اللي انتوا عملتوه عشانه، مقدرش غير الخيانة، يعني هو خان وعض الايد اللي اتمدت له، وانتوا قررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه بأي طريقة، علشان انتوا ما بتحبوش النفاق في اي علاقة او في اي حاجة، وعشان كده عندكم تبديل خالص. وفي كمان سفر، السفر ده هيكون خير ليك، في اكتر من مكان هتروحوا الفترة دي وهيبقى في امور حلوة. الفرصة اللي عندكم مش عايزاها تضيع منكم، وممكن ما تتعوضش تاني. الايام اللي جاية دي هتكون ايامكم، عندكم رجوع مع ابراج نارية الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة ايجابية. بس انتوا قلبكم محروق من حد، في حد زعلانين منه، حد مخنوقين منه، الله اعلم، في حد زعلانين بينكم وما بينه، الله اعلم، بس في عندكم قعدة صلح وقعدة لقاء حلو. في حد انتوا قررتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا تمشوا. في كمان انتوا هنا ناويين تشتروا بيت جديد، او ناويين تشتروا عربية، ناويين تشتروا حاجة معينة، بس في شوية معكوسات ماشية معاكم وانتوا مش عاجبكم الحاجة دي. نجمكم خفيف ودايما بيلمع، دايما كده في طاقة بتوزعوها على نفسكم، بس الوضع عندكم مش عاجبكم، او انتم مش عاجبكم الوضع اللي عندكم، وعشان كده عندك شوية امور فيها عراقيل. في عرض حلو، والعرض الحلو ده هيكون فيه اخبار طاقة تانية مختلفة، في جبر خاطر من عند ربنا من بعد المعاناة اللي انتم شفتوها. طيب عندكم ضربات قلب سريعة ونغزة بتجيلكم من غير اي سبب، في حد انتوا مش متفاهمين معاه بس انتوا بتحبوه جدا ومفيش تفاهم بينكم. كمان انتوا عندكم عدالة دايما في حياتكم ودايما في كلامكم، بس بينكم وبين المقربين ليكم في شوية ذبذبة. عندكم المعدة وجعاكم جدا، المعدة عندكم بتشتكوا منها من غير اي سبب. في ربح هتحققوه الفترة اللي جاية، والربح ده هيكون خير،
طيب انت هنا في موضوع هيتفتح معاك بخصوص مال مع اهل او مع احبة، وهتتكلموا مع بعض وهتحاولوا ان انتوا تاخدوا حقكم بطريقة مختلفة. طيب انتوا عندكم نقلة جديدة او عندكم حاجة جديدة انتوا هتخطوها بشكل ايجابي. الفترة اللي جاية دي هيكون في اتصال حلو جدا ليكم، وهيكون في اخبار حلوة. طيب الامور اللي عندكم دي فيها تجديد او فيها طاقة تانية مختلفة، في امر عندك ماشي وراضيك بس انت مقلق منه. في ناس بترسم العلاقة وبترسم ان هي بتحبكم، بس هي ما بتحبكمش، هي بتأذيكم بأي طريقة. انتوا عايشين ببركة ربنا وبتقولوا احنا راميين رب حملنا على ربنا، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيبشرنا. الطاقة السلبية دي مخلية النفسية بتاعتكم مش مرتاح، عشان كده انتوا شايلين هم كبير على كتفكم، ارموا ورا ظهركم. الفترة اللي جاية دي انتوا هتعملوا حاجة او حاجة معينة طال انتظارها، وهتكونوا مبسوطين جدا بيها. كمان انتوا هنا هيبقى في حد من ابراج زيكم هيرجع لكم، وهيبقى في امور مستجدة عندكم، وهتاخدوا حظ حلو. السفر عندكم مفتوح وهيبقى فيه عدالة بإذن الله. الدنيا هتبدأ تتيسر معاكم، وكل الهموم اللي انتوا شايلينها دي هتنزاح من على كتفكم، وهيبقى فيه طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا عندكم زيارة لحد، والحد ده هتزوروه وهتقفوا معاه. اي نعم انتوا مظلومين من ناس كتيرة جدا، بس مش عايزاكم الفترة دي تاخدوا قرار في تسرع عندكم، لا عايزاكم تفكروا كويس جدا وما تفكروش بأي طاقة سلبية. بلاش من الوقت للتاني تحطوا حد في دماغكم ويبقى فيه مشاكل بينكم. عندكم قعدة حلوة، سهرة جميلة، طاقة إيجابية بإذن الله. والشخص اللي حاططكم في بالكم في الشغل ده وعايز يأذيكم مش هيقدر يعمل أي حاجة، وانتوا أصلا مش هتدوه أي اهتمام، علشان انتوا عندكم رد اعتبار أو رد جزء من اللي ظلمكم الفترة دي. كمان انتوا هنا بتسموا الله في حاجات بتعملوها، في دعم ليكم، والدعم ده هيكون حلو من بعض الأشخاص ليكم، هيقفوا فعلا معاكم وهيساعدوكم، وهيكون في طاقات إيجابية. انتوا دايما واثقين في نفسكم، وعشان كده دايما بقول لكم انتوا مغرورين ومتكبرين وشايفين نفسكم. انتوا مش كده، انتوا بس ما بتطلعوش غير الكلمة اللي هي عارفين رايحة فين وجاية منين، وعشان كده دايما بتعرفوا تاخدوا حقكم وانتوا قاعدين ومرتاحين، بس بالكم مشغول بناس حواليكم الفترة دي. ممكن كمان انتوا تكونوا متلخبطين، يعني انتوا متلخبطين بالماضي، بتفكروا كتير جدا في الماضي، علشان بتقولوا الماضي احنا وقع علينا منه اذى كتير. اي نعم انتوا عندكم علاقة جديدة وطاقة ايجابية، بس الماضي كان بتاعكم مؤلم وكان قاسي شوية. سيء في اختيارك، بس دلوقتي شايف بعينيك مش شايف بقلبك، عندك قضية هتربحها الايام اللي جاية. في مكان هتذهب فيه او هتروح ليه هيكون حلو ليك. في وشوش هنا عندك يا برج الثور هتكتشفها على حقيقتها، وهتلاقي بينك وما بينها كلام كتير وحاجات بينك وبين الأشخاص اللي حواليك. في هنا تفكير، في تفكير هيتغير، في التزامات هتتغير، وعندك هنا كمان كشف أوراق قديمة. بس خلي بالك في اشخاص بيختفوا فجأة من حياتك، هتعرف عنهم كلام وهتعرف عنهم طريقة للوصول الايام اللي جاية. شايفة كمان ان انت مستحمل هنا حمال جبل، فعندك اخبار حلوة وعندك هنا كلام كمان حلو. في اصوات حواليك، اصوات حواليك مش حابين لك الخير. انت عندك رضا بنفسك ورضا بالاخرين، عندك هنا تغيير في مستقبلك، وعندك خبر حمل، وهتسمع أخبار من الأشخاص اللي ظلموك وكسروا بخاطرك، وعلشان كده هيكون عندك شراء حاجة جديدة في حياتك، عربية أو هتصرف فلوس عندك في حياتك. الأيام اللي جاية هتكون خير ليك، وهتكون فيها وشوش انفتاح في حياتك. الملايكة محوطينك وهيجدولك حاجتك اللي انت بتدعي ربنا ليها، وفي عهد
او وعد بينك وما بين حد هيتحقق. بلاش تحس باليأس. في هنا حد بيخون، حد بيخون عندكم اليومين دول، انت بتلملم اوجاعك، خلي بالك. بلاش تضحي من اجل اخرين، عندك وسواس الشيطان يا برج التور. في عندك هنا كمان شجرة هتحصدها الايام اللي جاية، شجرة هتحصدها الايام اللي جاية. انت هنا بذلت مجهود عظيم عشان توصل لهدفك، بس خايف من الفتنة والغدر اللي بيعوم حواليك. في تجمع بينك وما بين اشخاص انت بتحبهم، تجمع بينك وما بين حد، بس خلي بالك من اعراض غريبة بتظهر لك. شايفة كمان هنا ان ربنا هيبعد عنك الاذى والظلم اللي في حياتك وهيكرمك يا برج التور. في عرض، والعرض ده انت هترفضه. انت ما بتحبش الحاجة تجيلك بسهولة، تحب تعافر في الحاجة علشان تحس بقيمتها، بس دايما ماشيين دايما واقفين بينك وما بين هدفك وحلمك. بس انت صابر وبتستغفر ربنا كتير الايام دي. ان شاء الله هتسمع خبر حلو اليومين دول. الخبر ده هيخلي دموعك تدمع وهتحس بفرحة. شايفة كمان ان الفتنة اللي بينك وما بين الشريك دي من اشخاص حواليك، فعندك رزق جايلك وخير. صلي وقرب من ربنا، العقبة اللي موجودة في وشك دي هتنتهي، وهيبقى عندك هنا كمان حياة ولقيات اولى في حياتك، والعذاب اللي انت شفته كله ده هترميه وهتغير من نفسك وهتجري في حياتك. عندك حد مريض او انت مريض، الشخص المريض لو او انت مريض هيكون عندك خير ان شاء الله وعندك شفاء بفضل ربنا سبحانه الله تعالى الايام اللي جاية، وهيكون عندك طاقات ايجابية. بس اكتم عن سرك يا برج التور، ما تتكلمش عن اي حاجة تخص حياتك. عايزاك تهدي اعصابك الفترة دي جدا. الصورة انطبقت عليك، ده بتدل ان انت مظلوم، بتدل ان انت ملقتش حب ولا حنان من اقرب مليك اللي كانوا بياكلوا معاك عيش وملح. فعايزاك تهدي اعصابك خالص وتركز بس على هدفك وتركز بس على مستقبلك، وما تتكلمش مع حد ولا تحكي لأي حد سرك ولا أي حاجة تخص حياتك. أتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل.